مستمرة مع حضراتكم حالة التفاؤل والأمل وحالة البطل إبراهيم حمادته الحقيقة لغاية دلوقتي مع الواحد بشكل كبير جدا. خلينا نقرأ بشكل سريع كده إيه أبرز عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم، ونبدأها من اليوم السابع الصفحة الأولى ومنشط. والحقيقة اليوم السابع عامل شغل كويس قوي قوي قوي، أو نوبة صحيان للاقتصاد المصري. إشادة دولية من لاجارد، لاجارد دي طبعا اللي هي كريستين لاجارد اللي هي رئيس صندوق النقد الدولي، وبتقول إشادة دولية من لاجارد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، ومديرة صندوق النقد تتوقع تحقيق زيادة 1.5% من الانتاج أو من الناتج المحلي. كمان 8.6 مليار جنيه في خزائن الدولة من حصاد المصالحات، وفحص 43 طلب تسوية ينعش الوضع ب 9 مليارات جنيه، والجنيه واصل صعود والدولار يفقد 120 قرش في أسبوع، الدولار يصل إلى 17.4 من 10 جنيه، والأهلي يعلن 17.52 جنيه للبيع. طبعا الحقيقة يعني فعلا يا رب إن شاء الله يا رب تكون فعلا نوبة صحيان، ومجموعة كبيرة من الأخبار المفرحة اللي فيها كم كبير من التفاؤل، وكمان فيها إشارة إن إحنا بدأنا نفكر بطريقة صحيحة، يعني إن إحنا الموضوع 8.6 من 10 مليار جنيه في خزائن الدولة من حصاد المصالحات، وكمان بنتكلم في 9 مليارات جنيه، بدل ما إحنا كنا بنمسك في خناق الناس ويدخلوا السجن ويسافروا ويدخلوا في أواضي وفي الآخر ما بناخدش ولا تعريفة وفي الآخر برضو ما بنلاقيش عليهم أوراق. يعني الى حد كبير، وطبعا اشاده دوليه من رئيس صندوق النقد، يبقى احنا الحمد لله يا رب وان شاء الله ان احنا نكون على المسار الصحيح. وعلى العموم برضو ننوه ان ده هيكون النهارده موضوعنا، وبنتكلم على الاقتصاد بشكل عام، ونتكلم عن زياده طبعا الدولار او لا مش الجنيه قدام الدولار يا طيب احنا نروح ننقل على اليوم السابع والصفحة الثالثة، وصبابية فدان لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية، ومصادر طرح 17,000 وحدة سكنية بمساحات 130 ل 180 متر في أول إبريل. الخبر اللي بعده شروق الصفحة الثانية، النقل العام الدفع ب 50 أتوبيس جديد الأسبوع المقبل. أعلن رئيس هيئة النقل بمحافظة القاهرة عن توريد 600 أتوبيس ضمن المنحة الإماراتية اللي هي كانت في 2014، منهم 300 أتوبيس تم تجميعها في شركة غبور مصر، ومثلها تم تجميعها في شركة حافلات الإمارات. طبعا خطوات كويسة جدا، بس الأهم من الخطوة دي إن احنا نحافظ عليهم. الأهم من الخطوة دي إن احنا نحافظ عليهم، يعني احنا بنحاول نحسن المواصلات، وبنحاول إن احنا نعمل وسيلة مواصلات محترمة إن المواطن يقدر يركبها وهو مستريح وهو حاسس باحترام وآدمية، فنحافظ بقى المواطن نفسه يعرف إن دي حاجته. لازم يحافظ عليها زي ما بتحافظ على بيتك، زي ما بتحافظ على عربيتك وتنظفها وتوديها التوكيل وكل اللي احنا بنعمله ده نحافظ عليه. طيب المصري اليوم، ولسه مستمر الحقيقه، وانا يمكن قلت الموضوع ده قبل كده، ان بيعمل مجموعه من الانفوجراف اللطيف جدا هو عامل لنا النهارده عن التغير السنوي في معدلات التضخم. طبعا هو كاتب ان الاقسام الرئيسيه المؤثره في معدلات التضخم في مصر والنسب المئويه لمساهمه كل قسم في تكوين نسب التضخم الشهريه في البلاد، وارتفاع اسعار السلع والخدمات رفعت معدل التضخم في مصر منذ الحرب العالميه الثانيه. عامل الحقيقه انفوجراف محترم جدا جدا، بيتكلم على الطعام والشراب 69.8%، يعني أكتر حاجة حصل فيها الموضوع ده في يناير 2016 و2017 زي ما احنا شايفين على الشاشة. يناير 2016 2017 69 ولا 29 يا جماعة؟ لا عشان مش واضح، لا دي 19 صح؟ لأن أنا استغربت جدا من الرقم دي 19 إزاي وجنبها 20 على لا هي 9 مش عارف في حاجه غلط في الانفو ده صح، لان جنبها المفروض احنا التدريج 0 5 10 15 20 25، فهو ما بين ال 20 وما بين ال 25، فما ينفعش يبقى 19 الحقيقه.
يعني في حاجة، المهم ان احنا بنتكلم 19.8% الرعاية الصحية هو اللي بعد الطعام والشراب مباشرة 1.7%، المطاعم والفنادق 1.4%، السكن والمياه والكهرباء والغاز 1.4%، المشروبات الكحولية المشروبات الكحولية 1.2%، وزي ما احنا شايفين بقى كاتب كل حاجه، الملابس والنقل والمواصلات، لكن هو اللي احنا بنتوقف عنده بشكل كبير جدا الطعام والشراب والرعايه الصحيه، دول اللي كانوا اكثر تاثرا واكثر ارتفاعا بشكل كبير. طيب نروح لخبر تاني والمصري اليوم والتمويل. التموين بقى في الصفحة الستة بنتكلم على ان التموين بتفرم التجار بالاسعار الاسترشادية اخيرا اخيرا، يعني احنا بقالنا كتير بنقول ده، ويا ريت واحنا عارفين ان هو مش هينفع نعمل اكتر من هي استرشاديه، بس ده دورنا بقى كمواطن. يعني التموين عملت عليها وقالت ان الغرف الاسعار ستشهد انخفاض طفيف في هذا الاسبوع، والركود سيدفع البعض للتخلص من المخزون. نحط خط بقى تحت ده ليه التموين عمل عليه، لان احنا ما ينفعش ان احنا نقول دلوقتي ان احنا هنحط رقم معين وهو ده اللي هنلزمه، او ان هيبقى عندنا اسعار مش ملزمه، ما فيش دلوقتي ده، لكن هم عملوا لنا اسعار استرشاديه علشان احنا ما نلاقي ان واحد جشع، ان واحد مزود فيها قوي، ان واحد بيسرقني عيني عينك، لا متشكرين مش عايزه منك، في غيرك، وهو ده اللي هيخلي الاسعار تنخفض. طيب اليوم السابع وصفحه 11، ومصر تطرق ابواب التعليم الذكي، وضع نموذج مبتكر لتطوير التعليم الالكتروني بتنسيق مصري اماراتي وتتشين مصنع افكار لتطوير المحتوى. كل اللي اقدر اقوله واقول يا رب، لان احنا فعلا دايما كل الكلمه اللي احنا بنسمعها من بعد 2011 افكار خارج الصندوق، احنا هيبقى عندنا صندوق دلوقتي ومصنع افكار لتطوير المحتوى يا رب. نختم بقى مع الضحكة الحلوة. الحقيقة كاريكاتير لطيف جدا 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 للرائع والفنان وصاحب الريشة المختلفة عمرو فهمي، وبيقول لنا اتنين يعني واضح ان هما يعني لطاف في حالة لطيفة كده، واحد بيقول للتاني الدكتور اللي كان بيعالج حماتي شاطر جدا، من أول معلقة دواء ماتت. يعني أثر الحقيقة وريح واستريح زي ما بيقول. طيب